السلام عليكم ورحمة الله. لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، تجرأ اليهود وقالوا: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق. لقد سمع الله قول اليهود الذين نطقوا بالفحش والزور، فزعموا أن الله تعالى فقير وهم أغنياء. سنكتب ما قالوا في صحائف أعمالهم حتى يقرؤوه يوم القيامة ويكون حجة عليهم، وسنكتب أنهم راضون بما كان من قتل آبائهم لأنبياء الله ظلما وعدوانا، فالرضا عن القتل قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ولنا هنا وقفة: كم من مسلم رضي بقتل مسلم دون وجه حق ولم يقتله فأشرك في دمه، وكم من خراب حل بالبلاد رضي به قوم فأشركوا في الذنب. ولم يكتف اليهود بذلك، بل حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. مر بمحاولة إلقاء حجارة على الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق حائط، ومرة أخرى بوضع السم في شاة مهداة إليه بعد فتح خيبر. ولو تأملت أخي الكريم لوجدت أن القاسم المشترك بين تلك الجريمتين هو التجرؤ على الله تعالى، مرة بالتطاول على الذات الإلهية ووصفه بالفقير، ومرة أخرى بقتل الأنبياء أمناء الله في الأرض. وعند جهنم سنقول لهم: ذوقوا عذاب النار المحرقة النافذة من البدن إلى الأفئدة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا